اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، وهنشوف مع بعض المحتوى اللي موجود على السوشيال ميديا، والبدايه مع الحساب الرسمي لرابطه الانديه المحترفه. حان وقت الاعلان عن لاعب الجوله ال 14 صاحب الهدف الافتتاحي في ديربي القاهره كهربا الذي اشعل القمه. نجم الاهلي محمود عبد المنعم كهربا هو لاعب الجوله بناء على تعليقات وردود المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بنا. انتوا عارفين كهربا في لاعب الجوله ال 14 خد كام في الميه؟ يعني انتوا لو عرفتوا الرقم او النسبه اللي حصل عليها كهربا هتبقى مفاجاه لناس كتيره. انت بتتكلم في 99% قدامكم على الشاشه اهي، دي النسبه المئويه لمحمود عبد المنعم كهربا، 99% واموتو 1%. وبالمناسبه انت ممكن تلاقي ما يقرب من حوالي من 80 الى 90,000 بيصوتوا على لاعب الجوله ال 14 زي اي جوله سابقه. بصوا يا جماعه، الامر عشان نجيب من الاخر، طالما بتتكلم في شعبيه وجماهيريه، مع كامل احترامي النادي الاهلي هو رقم واحد. وعلى فكره دي مش وجهه نظرنا ولا كلامنا. شوف الاتحاد الدولي لما جه يختار مين من مصر اختار النادي الاهلي. الاتحاد الافريقي لما بيختار وبيتكلم على الاكثر شعبيه بيتكلم وبيقول النادي الاهلي. فاي لاعب من النادي الاهلي هيكون في تصويت الجوله مليون في الميه، وانت مغمض عينك يوم ما النسبة تقل عن 98 97% تحس ان في حاجة غلط. لكن كهربا بنسبة 99% هو لاعب الجولة ال 14. بالتوفيق كهربا، وبداية وانطلاقة قوية جدا مع العودة، وان شاء الله الفترة الجاية هتكون افضل وافضل، ودايما هتكون مستمر مع النادي الاهلي في المباريات الرسمية. طيب نروح كمان لحساب كورة بلس، وطبعا بعد المجهود البدني الكبير في مباراة الزمالك، كولر يدرس اراحة علي معلول في مباراة الاهلي ضد البنك الاهلي. بالمناسبه مش معلول بس، يمكن في اتجاه كمان لاراحه اكثر من لاعب من ضمنهم معلول وكهربا، لكن هننتظر النهارده لما نشوف بعد التدريب الختامي القايمه والمعسكر اللي هيختارها كولر استعدادا لمواجهه الغد امام البنك الاهلي.